اهلا بحضراتكم في برنامج من اجل طفلك. معكم يسرى حسن، اخصائي تعديل سلوك وتغذيه صحيه. موضوعنا النهارده عن سوء التغذيه للاطفال. النظره العامه للامهات والسؤال اللي دايما بيجي بيتوجهوا للاخصائيين او الاطباء في حاله النحافه الشديده للطفل، برغم ان سوء التغذيه هو الطفل النحيف والطفل السمين، الطفل اللي زيادة في الوزن، الاثنين عندهم سوء تغذية. طيب، من علامات سوء التغذية للطفل غير الشكل الظاهري اللي بيبان عليا واحنا خلاص اتفقنا ان هو النحافة الشديدة او الزيادة في الوزن، كمان بضيف لي النشاط. نشاط طفلي بيقل، ما بيزيدش. طيب، الخمول، الكسل، عدم التركيز في المذاكره، كمان الاعضاء العمليات الحيويه بتاعه الجسم بتبتدي تقل. زي ايه؟ زي طريقه الكلام، هو كان بيتكلم بطلاقه وابتدى يتوه، ابتدى يبقى عنده تشتت. دي من ضمن العلامات. انا بتاكد اكتر لما بروح للطبيب المختص عشان خاطر يوجهني صح. ببقى محتاجة ان انا اعمل تحاليل معينة، دي اللي بيوجهني ليها الطبيب عشان اطمن على الانيميا، اطمن على الفيتامينات والمعادن في جسمه، اطمن انه ما فيش مقاومة انسولين انها سبب من سوء التغذية في الطفل السمين. طيب، اطمنت من العمليات الحيوية والتحاليل المعينة، انا بقى بختار دلوقتي الاساليب اللي انا هستخدمها في العلاج. ان انا اقول للطفل النحيف خالص او السمين ان ده هيتاكل وده مش هيتاكل، هما هيرفضوا ده. للاسف هيبقى عندهم الرغبه العكسيه، يعني هو الممنوع مرغوب. فطبيعي جدا ان انا لما اجي ابتدي معاه من النقطه اللي بعيده عن المشكله. ليه ما اقولوش ان انا عايزه اكل صح وعايزاك تساعدني في اختيار الاكل اللي انا هاكله، عشان الطريقه المباشره مع طفل صغير بيحس ان عنده مشكله، بيحس ان انا عيان، هو انت هتوديني للدكتور؟ الكلمه دي بتبقى مرفوضه جدا بالنسبه له. يبقى اختار الحاجه كانها ليا ونختارها سوا. اختار ايه في الاول؟ بختار البدائل الصحية عشان علاج سوء التغذية. بحط العسل النحل في البيت، بحط الفاكهة في البيت، بحط التمر والعجوة في البيت اللي بتعالج الحاجات اللي هي سوء التغذية، بحط البروتين الصح. من اسباب الاكلات اللي بتساعد سوء التغذية كل الاكلات المحفوظة، كل اللحوم المحفوظة، كل الحاجات اللي فيها مواد حافظة بتسبب سوء تغذية عالي. ليه بقول اللي فيها المواد الحافظه؟ لان مردود جسمنا بيبقى له شقين، حد بيبقى بيسبب له ميكروب حلزوني او اي ميكروبات في المعده فبيقلل وزنه، حد تاني بيعمل له مشكله في الهرمونات فبيزود وزنه ويعمل له السمنه ويعمل له مقاومه الانسولين، حد تاني بتعمل له مشاكل في الكلى بتبقى واضحة وظاهرة، دي برضو من حاجات من أسباب من التطورات بتاعت سوء التغذية. طيب، من تطورات سوء التغذية عدم النمو. بيجي عدم النمو من إيه؟ سبب عمرنا ما كنا نتخيل إن هو ده الأساس. عيالنا بيجوا في الأجازات وبيجوا في شهر رمضان وبيجوا في شهر مثلا اللي هو الترفيه، بيسهروا طول الليل ويناموا طول النهار. هرمون النمو ما بيشتغلش، فطبيعي ان اعضاؤه ما بتنموش. هرمون النمو شغال من الطفل للكبير، الطفل عشان خاطر بيبان عليه الطول والوزن، الكبير كمان بيحتاج هرمون النمو عشان خاطر العمليات الحيويه لاعضاء الجسم الداخليه. طيب، انا لما يجي الطفل ما ينامش في الوقت المحدد اللي هو مثلا من الساعه 11 لغايه الساعه 2 بالليل، بالتالي هرمون النمو ما اشتغلش وبيبقى فيه كده تعطيل الاعضاء الجسم الداخليه، يبقى ما ساعدتش في ان هو يكبر
وبالتالي بيفضل صغير زي ما هو، او بيفضل ياكل طول الليل فما بينامش في الوقت ده، بيتأثر جسمه بزيادة الوزن. وزي ما اتفقنا ان بردود الموضوع على الانسان دايما حاجتين، اما ان هو جسمه يقل قوي بوجود ميكروبات في المعدة او الانيميا، او يزيد الوزن بسبب السمنة ومقاومة الانسولين وهكذا. لما اجي اعالج سوء التغذية اعالجه في البيت كله، ما منعش الحاجة عن طفلي او اقدم له مثلا الحاجات المفيدة وانا باكل الحاجات الضارة. يبقى اسلوب حياة، اسلوب حياة في البيت كله. عشان ايه؟ عشان اقدر اوصل للنقطة الصح. هو مش هيقتنع طول ما حضرتك واللي في البيت واللي حواليا بياكلوا اكل غلط او تيكاوي او جانك فود وانا بتمنع منه. يبقى لما اعالج سوء التغذية عند الأطفال أحط أسلوب حياة، نمط حياة للأكل والنوم والرياضة في البيت كله، هيمشي على البيت كله، وبكده الطفل هيقتنع إن ده الصح. لكن اللي بيتطبق عليا وما بيتطبقش على الكبير للأسف ما بيبقاش الأسلوب الصح. دي كانت فقراتنا معاكم النهاردة مشاهدينا الكرام، واللي بنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا اخدتوا من خلالها المعرفة واستفدتوا منها، ويا رب تكون فقراتنا النهاردة عجبتكم. بنوعدكم ان شاء الله بفقرات متنوعة وجديدة وحلقة جديدة من البرنامج.